السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تيكلا ستيل. إن شاء الله هناخد مع بعض كورس الستيل على برنامج تيكلا ستراكشر 2020. النهاردة هناخد مع بعض سيشن 32 هنتكلم فيها عن سكتش سولفر. تابعوا معانا الشرح. انا كنت بعمل الموضوع ده على التكله القديمه عادي خالص، مفيش اي مشكله، لكن جيت في تكله 20 لقيت فيه مشكله. بعمل هنا الكتالوج وبعمل ديفاين بروفايل وبختار ديفاين كروس سيكشن از سكتش اديتور. السكتش اديتور ده اللي انا بيفتح لي كده قائمه برسم فيها، بيقول لي بقى استنى انت هنا عندك مشكله، انت محتاج تحمل السكتش سولفر باكج. طيب، وبعد كده بيقول لي راستر البرنامج وافتحه تاني. طيب انا عارف ان دي مشكله وانا عارف ازاي احلها، وكان في ناس كمان سالتني ان في قطاعات في هي شغاله مثلا ببرنامج قديم ومش بيعمل انسيرت انتو موديل، زي ما احنا كنا بنضيف قطاعات ونعمل انسيرت انتو موديل، هو عايز يعرف ازاي هو نزل فايل القطاع ويحطه في البرنامج عنده من غير ما يعمل انسيرت، يعني المكان يتحط ازاي في البرنامج. نفس المشكله دي هنا، انا مش عارف هنا مفيش انسيرت انتو موديل. طب الاول هدخل على التكله وير هاوس، انا فاتحه وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. السيرش بتاعي هكتب ايه؟ هكتب سكتش سولفر. اهو لقيت السكتش سولفر، طبعا لازم تبقى عامل لوجن. ادي السكتش سولفر، بص من صورته كده هتلاقي، هيجي الصورة تاني اهي، هلاقي انه فاتح لك قائمة جديدة خالص في تكلة ممكن ترسم عليها بأبعاد مختلفة. طيب هعمل داونلود، كل مرة كان بيقول لي داونلود او انسيرت انتو موديل، هنا الخاصية دي ما فيهاش انسيرت انتو موديل، لكن لان ده مش بروفايل، دي اداة بتزود اداة على البرنامج ترسم لك فيها زي الكاد وتطلعهم لك كأنهم بروفايلز. تمام. طيب انا عملت داونلود اهو، بدأ يحملها لي حاجة بسيطة خالص صغيرة بصيغة TSEB. طيب هشوفها كده، انا نزلتها عندي على الديسكتوب اهو TSEB. انا مش عارف الفايل ده اوديه فين في البرنامج، احطه في انه مكان في البرنامج عشان يفتح معايا. افتح البرنامج من هنا، وانا بقى اقول لكم الطريقة دي حصري للقناة عندنا هنا، ازاي نضيف القطاع ده حتى لو انا ملقيتش insert into model، ازاي اضيف قطاعات. دي مش قطاع زي ما احنا قلنا، ده يعني برنامج صغير جوه البرنامج. تمام، بيعمل لنا الشغل ده كأنك رحت فتحت برنامج الكاد ورسمت عليه ودخلت أبعادك وعملتها تصدير للإيه؟ للتكلة. نفس الموضوع. طيب هدخل ازاي؟ هخش هنا على الابليكيشنز والكومبوننت اهو، هعمل ايه؟ هتك هنا لقيت تلات شرط بالطول كده واقفين، هضغط عليهم وهلاقي تحت هنا في حاجة اسمها مانج اكستنشن اهو، لقيت سهم هيطلع لي اكستنشن مانجر. تمام تمام، هيبدا ياخد كده ثانيتين ثلاثه ويفتح اهو، بدا يفتح معانا، لقيت ضايف لي كل الخواص بتاعتنا، في حاجه اسمها بريدج كريتور، اي بي ام ريبورت، وهكذا. بيضيف لي هو زي ما تقول دي برامج البرنامج عملها وحاططها جواه، حاجات صغيره بس بتعمل حاجات كتير. طيب انا عايز اضيف الحاجات، الفايل اللي لسه منزله ده، هعمل هنا امبورت وهدخل على السيس بي سي الديسكتوب اهو، ادي السكتش اديتور، عملت كده وعملت له ايه اوبن، بيقول لي هيعمل له انستول، اوكي اي اكسبت، كاني بسطب برنامج. اوكي تمام، هنزل بقى كده ابص عليه هو فين، اهو السكتش سولفر، بيقول لي لازم تعمل ريستارت علشان اضيفه لك. طيب انا هقفل كده اعمل كلوز خلاص. طيب تعال نجرب كده من غير ستارت، طبعا مش هينفع بس برضو ايه هنجرب. بروفايل ديفاين سكتش اديتور، لا برضو بيقول لك هو كده كانه ما شافش الحاجه اتعملت داونلود وانستول، بيقول لك ايه لا حمله واعمله تاني. يا عم انا حملته، يقول لك لا هو قال لك لازم تعمل ستارت. انا هسيف كده وهمسح، هقفل سوري البرنامج، سيف، وبعد ما يقفل هرستر البرنامج هيفتح معايا. ادي هو فتح معانا، هنعمل اوكي، هختار الموديل اهو بتاعنا، دبل كليك، بيقول لي بليز ويت، وهيفتح معانا. احنا عرفنا المره اللي فاتت او اللي قبلها تقريبا ازاي نضيف اللي قبلها الصوره بتاعتنا للبرنامج، نعمل سكرين شوت ليه. تمام، ادي يا جماعه البرنامج فتح معانا، عاوزين بقى نجرب نفس الايه
الديفاين ده اللي زي نرسم كتالوج الديفاين بروفايلز بالسكتش اديتور اهو، لقيته فتح لي الاداه دي. الاداه دي ما كانتش طبعا بتفتح معانا في الاول، عرفنا ازاي نضيفها. تمام، وده طبعا حاجه يعني ادفانسد قوي. الاداه دي موجوده معانا في التكل، طبعا هي كانت موجوده في كل الايه الاصدارات، لكن يعني محدش تقريبا يعرفها غير الناس اللي بتدي كورسات وادفانسد قوي يعني في الموضوع ده، يعني مش اي حد ليه عارف الاداه دي.